two jobs وظيفتي وظيفتان اثنتان وظيفتان اثنتان هذه هنا مو ما يصير نقول وظيفتين اثنتين وظيفتان اثنتان لانه مبتدا والمبتدا دائما مرفوع بالالف لانه مبتدا اوكي وظيفتان اثنتان طيب read the two paragraphs اقرا الفقرتين الاثنتين وجد الكلمات في in the blue box في جد الكلمات في هذا الصندوق الأزرق and match them واربطهم بمعانيهم واربطهم بمعانيهم راح نشوف هسه hard working okay a hard working العمل بجد university college جامعة كلية to study يدرس subject مواضيع clever شاطر هسه راح نشوف okay things you learn at school things you learn at school شنو هذه things you learn at school هي subjects places to study أمكنة للدراسة شنو هي university college the opposite of lazy عكس كسول هو hard working مجد to spend time learning about something اللي كي تنفق وقتا في تعلم شيء ما to study لكي تدرس quick to learn and understand quick سريع في التعلم والفهم شنو هو clever شاطر اوكي اعزائي طيب هسه ننزل جوا هنا يقول لي راح نشوف دكتورة سلوى تعمل في مستشفى هاي دكتورة سلوى she takes care of sick people هي تعتني بالناس المرضى and makes them better وتجعلهم أفضل she is very hard working هي مجدة جدا she usually هي عادة تعمل 8 hours a day تعمل 8 ساعات في اليوم but she sometimes ولكن في بعض الأحيان she has to work عليها أن تعمل 12 hours تعمل 11 ساعة أسكول في المدرسة she is very clever هي شاطرة جدا and good شاطرة ذكية جدا and good in all subjects وجيدة في جميع المواد after school بعد المدرسة she went to university بعد المدرسة هي تذهب إلى الجامعة she had to study هي يجب عليها أن تدرس for 6 years عليها أن تدرس لمدة ست سنوات she likes being a doctor هي تحب أن تكون طبيبة because in this job لأنه في هذه الوظيفة she can help people لأنها في هذه الوظيفة تستطيع أن تساعد الناس هذه أوكي طيب حنان is an office manager حنان مديرة مكتب حنان مديرة مكتب she answers phone calls هي تجيب على المكالمات الهاتفية and she sends and receives emails وهي ترسل وتستقبل البريد الإلكتروني الإيميلات on a computer على الحاسوب she usually works every day هي عادة تعمل كل يوم from 8 a.m. من الساعة 8 صباحا to 2 p.m. إلى الساعة الثانية بعد الظهر but she sometimes ولكنها أحيانا has to work يجب عليها أن تعمل in the afternoon في المساء sometimes أحيانا she has to go يجب عليها أن تذهب to different countries إلى بلدان مختلفة her best subjects أفضل موادها at school في المدرسة were mathematics كان الرياضيات and English والإنجليزي after school بعد المدرسة she went to college هي ذهبت إلى ال كلية تستدي لكي تدرس business administration تدرس إدارة الأعمال she had to study كان يجب عليها أن تدرس for 4 years أعزائي بس هنا أنا أعتذر عن مسألة لأن هنا كان الخاف أني قلتها بصيغة المضارع بس هنا من قلنا على الدكتورة وهي كانت تعمل أنا خاف قلت خاف أتصور يعني شوية قلت أو بال يعني تكلمت بصيغة المضارع لا هي بالماضي هنا كانت دكتورة لكنها بالماضي كانت يعني كانت جيدة جدا في مواد في جميع المواد وبالمدرسة هي ذهبت الى هذه خاف انا قلتها بصيغه بتحضرني هسه الذاكره بصيغه المضارع لا هي في صيغه الماضي هي دكتوره كانت جيده بالمواد وموادها كذا كذا الى اخره اوكي فهي كانت هنا هنا بالمضارع بالبدايه تعمل وهنا كانت في الماضي في يعني في المدرسه وجيده وذهبت الى الجامعه وهكذا الى اخره فهنا مديره مكتب حنان وتعمل لهذا كذا اوكي
after school يعني بعد المدرسة هي ذهبت إلى الكلية ودرست إدارة الأعمال، وكان عليها أن تدرس لمدة 4 سنوات هي تستمتع بوظيفتها لأنها تلتقي الكثير من مختلف الناس، هي كذلك تستمتع بالسفر. أوكي، والآن أجب على الأسئلة في كتاب النشاط لديك. على أخرى lesson 2 read page أقرأ صفحة 63 بكتاب الطالب لديك و كون ملاحظات. خلينا نشوف هسه، يقول لي where she works، أين هي تعمل. أوكي، what she does، ماذا هي تعمل، أين تعمل، ماذا تعمل، كم المدة اللي هي عادة تعمل بها، where she studied، أين هي تدرس، أين هي درست، كم المدة اللي كان يجب عليها أن تدرس. راح نشوف هسه، مثلا يقول لي الدكتور الطبيب where she works، أين هي تعمل، in a hospital، تعمل في المستشفى. اوكي طيب، ذا اوفيس مانجر، مدير المكتب، وين يشتغل، ان ان اوفيس، في مكتب او في دائره. زين، وات شي داز، ماذا هي تفعل، بالنسبه للدكتوره، بالنسبه للدكتوره، تيكس كير اوف سيك بيبل اند ميكس ذيم بيتر، تعتني بالناس المرضى وتجعلهم يعني بصحه افضل. بالنسبه للمدير او مديره المكتب، انسرز فونز كولز، تجيب على الاتصالات الهاتفية، و sends and receives emails، وترسل وتستقبل الإيميلات، الإيميل البريد الإلكتروني، goes to other countries، وتذهب إلى البلدان الأخرى. How long she usually works، كم المدة اللي هي يعني عادة تعمل بها باليوم، 8 hours a day، 8 ساعات باليوم. هاي بالنسبة للطبيبة، وبالنسبة للمدير مديرة المكتب، من الساعة 8 لـ 2، 6 hours a day، 6 ساعات باليوم. زين، where she studied، أين هي درست، university، بالجامعة، college، هنا بالكلية. زين، كم المدة اللي كان يجب عليها أن تدرس، 6 years، 6 سنين بالنسبة للطبيبة، وأربع سنين بالنسبة لمديرة المكتب. زين، هنا يبي يقول لي check your notes، دقق ملاحظاتك with your partner، مع زميلك شريكك، use the heading، استخدم هاي العناوين الواضحة اللي في التيبل الجدول، make questions like this، واجعل الأسئلة على هذا النحو، where she، طبعا هاي شلون احنا سويناها، هذه يعني هذا الحل. write questions، اكتب أسئلة. our teacher's sister is a nurse called Nadia، our teacher's sister، أخت مدرسنا أو مدرستنا، هي ممرضة تدعى نادية. last week، الأسبوع الماضي، she came to our school، جاءت إلى مدرستنا، and we asked her، وسألناها عن وظيفتها. what questions did we ask، ما هي الأسئلة اللي احنا سألناها، طبعا هاي الأسئلة والأجوبة. where do you work، أين تعملين، I work at the Red Crescent Hospital، أنا أعمل في مستشفى الصليب الأحمر. okay، Crescent هنا شوي جديدة، هاي Red مرة عليكم، أحمر وهوسبيتال مستشفى، بس هاي Crescent اللي هي هلال، تعمل في مستشفى الهلال الأحمر. زين، سؤال ثاني، do you have to wear a uniform at work، هل يجب عليك أن ترتدين بدلة أثناء في العمل أو أثناء العمل. yes I have to wear a uniform at work. طيب، do you like your job، هل تحبين وظيفتك. yes I like my job very much، نعم أنا أحب وظيفتي كثيرا جدا. how long do you have to work، كم المدة اللي يجب عليك، يعني عدد الساعات اللي تعملين بها في اليوم. oh I usually have to work 10 hours a day، أنا يجب علي أن أعمل 10 ساعات في اليوم. Is it hard work، هل هو عمل مجهد. Yes it's very hard work، نعم إنه عمل مجهد. But I like taking care of sick people، ولكنني أحب الاعتناء بالناس المرضى. How long did you have to study، كم المدة اللي كان يجب عليك أن تدرسين. يقول I had to study for 4 years، كان يجب علي أن أدرس لمدة 4 سنوات. Do you want to be a doctor، هل تحبين أن تكوني طبيبة. No I don't want to be a doctor، كلا ما أريد أكون طبيبة. I love my job، أنا أحب وظيفتي. How many people do you see every day، كم عدد الناس اللي أنت تشوفيهم كل يوم. Every day، كل يوم. Oh I usually see about 40 or 50 people every day، أنا أشوف حوالي يعني عادة أشوف من 40 إلى 50 من الناس كل يوم. Now listen and now listen and check، ولا نستمع ودقق. تقدر أنت ما فصلتي هذا التشيك وشوفها هذا بـ37. اوكي اعزائي،